الزوراء يفوز على الطلبة بهدف وكورة، يتابع تصريحات الفريقين بعد المباراة. الحمد لله والشكر، اعتقد انه كان ينقصنا بس الروح. طبعا مبروك للاعبين الابطال والكادر التدريبي والجمهور اللي اثر الفريق. اليوم الملعب طبعا امتلئ من الجمهور، وشكرا لهم ولحضورهم. طبعا الجمهور كان لاعب رقم 12 اثر الفريق، والحمد لله والشكر. صار سنتين تقريبا ما قدرنا ننتصر على فريق الطلبه، فريق جماهيري، فريق عنيد. الحمد لله والشكر اليوم قدرنا نفك النحس. هاي المباراه الثامنه انتصار على التوالي، وان شاء الله القادم افضل. مبروك النادي الزوراء، مبروك لنادي الطلبه. الحمد لله والشكر، قدمنا مباراه تليق بنادي الطلبه. مثل ما شفتوا شوطين مسيطرين على المباراه، ضيعنا وايد من الفرص، ما حالفنا الحظ. فالحمد لله والشكر يا كره القدم، فوز وخساره ان شاء الله نعوض باللعبه الجايه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر، تعرف قدمنا مباراه جيده، لكن ما حالفنا الحظ اكثر من فرصه. لغانا هدف، يعني هدف ما بي اي خطا. عندنا مباراه ان شاء الله قادمه نقدر نعوض بها ونصحح المسار. الف مبروك للزوراء وهارد لك النحو.